يعني فنانة كبيرة وجميلة طالتها هذه الأقاويل، برضو تم اجتزاء تصريحاتها وإذاعتها أو كتابتها تاني، إعادة كتابتها في وقت مش وقتها. الفنانة الجميلة هالة صدقي، أهلا بيكي معانا في حديث القاهرة. أهلا بحضرتك، أهلا بيكي، أهلا أستاذ خير. أهلا يا فندم، إزاي حضرتك؟ الحمد لله. هو على طول كده هتجيبوا لنا الهجوم والمشاكل؟ مش معقولة. يعني بيشيلوا الحمل دلوقتي، الماتش بتاع المغرب هيشيل الضغط، هيبقى الترند. يعني في احداث كل يوم، ده بيشيل ده وده بيشيل ده، عادي. بس كان عندك اي تفسير للهجوم اللي حصل ده بالشكل ده بعد حفله جوي اووردز وتحريف تصريحاتكم او اعاده نشرها؟ لا يعني هو انا تصريحي كان عبيط، يعني انه كان بالنسبه لي حلم الطفوله، ففي جملة اتعادت كذا مرة، فتحسي ان في كتيبة بتعيدها، اللي هو ده انت بينك وبينه 7 سنين، هم يعرفوا عمري منين اساسا، ويعني وليه 7 سنين بالتحديد، فلقيت انه عمالين يعيدوا، فقلت لهم طب خلاص حلم العجز والكهولة لو ده يريحكم يعني. بس اوكي معلش يعني. انت دايما يعني جميلة في كل مراحلك العمرية، وجميله جدا بتصريحاتك البسيطه والبريئه، وبنشكرك جدا طبعا لان انت شرفتينا بتعليقك. شكرا جزيلا للفنانه الجميله والراقيه استاذه هاله صدقي. معانا كمان على التليفون الناقد الفني الكبير الاستاذ طارق الشناوي. الو، اهلا وسهلا. اهلا اهلا استاذ خير. اهلا بيك يا فندم. استاذه كريمه، اهلا بيك استاذ طارق. استاذ طارق، بتشوفي اللي بيقارنوا الحركه الفنيه في مصر مع الحركه الفنيه والثقافيه في السعوديه، وبتقول ان الرياده في خطر، وان السعوديه بتسحب البساط، وان المصريين بيتبروا من مصريتهم وبيغزلوا السعوديه علشان هي سوق مفتوح دلوقتي، ازاي؟ بص، افضل شيء او عنصر او قوه دافعه للفن المصري هيبقى الوهج والنجاح اللي بتقدمه المملكه العربيه السعوديه على الصعيد الفني والصعيد الثقافي. واكبر دوله عربيه مستفيده مما يجري هي مصر. دي مساله ما فيش فيها هزار. شوف بالرقم، بالقلم والورقه، بالحساب، هتجد انه اكتر دوله موجوده مثلا في موسم الرياض فيها مصر. مسارح عليها صوره عبد الحليم، جنبها مسرح عليه صورة أم كلثوم، أحمد الحسناوي ومحمد الأصبجي وعبد صالح، كل الأسماء العظيمة دي اللي احنا نسينا بعضها مع الأسف موجودين صورهم. بتكلم دي على فرقة أم كلثوم، أسماء الأخيرة دولت عازفين فرقة أم كلثوم، صورهم موجودة على المسرح. ف يعني أنا بنتكلم عن إيه؟ أما مسألة بقى التصيد لحد قال كلمة بحب السعودية، عايز أعيش في السعودية، ارجعوا بس نرجع شويه، لما نجاح سلام قالت يا اغلى اسم في الوجود يا مصر، نجاح سلام لبنانيه. حسين الجسمي قال نفس الغنوه، يا اغلى اسم في الوجود يا مصر. هل نعتقد ان في حد في لبنان او في دوله الامارات العربيه زعل من نجاح، او زعل من او من وديع الصافي، او من اسماء كبيره كتير؟ الصافي. يعني عايز اقول من امتى الامور دي بتهزل؟ ام كلثوم ما قالت بغداد يا قلعة الأسودي، هل القاهرة تزعل؟ دي أم كلثوم بقى يعني قالت ده في الستينيات، بغداد يا قلعة الأسودي. وعبد الحليم غنى لملك المغرب كتير، محمد السادس كتير. يعني لا الحسن الثاني، الحسن الثاني، أنا آسف، محمد السادس كويس. يعني عايز أقول إحنا لينا عادي جدا، إحنا يعني عايز أقول إيه اللي بيحصل ده؟ مجرد تصيد لأي حد بيقول حاجة فأي حد. ليه بقى؟ لأنه يقول لك أيوه رايح يغني عشان يكسب، عشان فلوس. أوكي، ما هو يعني هو المفروض ايه، يخسر يعني؟ ايه المشكلة بعدين هياخد الفلوس دي هيجيبها؟ لو كان مبسوط وشايف البلد كويسه وسعيد بالتغير اللي فيها بيعبر عن سعادته يعني. لا احنا متعودين، احنا مجاملين بطبيعتنا. انت لو انا جيت لك في البيت اقول لك انا مش عايز اسيب بيتك، انت قعدتني كويس وكلمتني كويس، اقول لك يا راجل انا مش عايز ارجع. مش بيحصل الكلمه دي؟ صحيح كتير. فقعدتنا تسافر مهرجان فتلاقي الاجواء حلوه، بنختار الوقت مر بسرعه، انا كنت عايز اقعد اكتر. بتشوف ايه اللي ورا ده؟ هل في ناس بتزكي المنافسه والصراع بين الدول الشقيقه، ولا بتشوفوا هري سوشيال ميديا؟ انا بشوفه في جزئين، في جزء مثلا بعض الفنانين عندهم تحجر
في تقبل الفنون بوجه عام، بيعتقد انه الفن اللي بيقدمه بس هو الفن الصحيح، ما دون ذلك يقول لك ده خطا، ده تهريج، الفن الجيد وده مش جيد. وانت ايه الترمومتر بتاعك؟ ما تعرفش الترمومتر بتاعه، غالبا يبقى فنه هو بيعمل نوع من الفن، ما دون ذلك هو مش فن. فتلاقي جزء من الفنانين مش موجود، ما راحش، ما تعزمش، وخلاص بقى ايه، يبقى العيب عندهم. وبينما بيختاروا ولا بتاعتي ولا فيه، الدولة بتختار الفن الرديء. مش صحيح ان في دولة بتختار الفن الرديء على اساس ايه؟ انها تبين ان في مصر فن رديء. ليه يختاروه؟ ايه الحكمة؟ ليه جمهورهم اللي بيروح ده شهادة على ايه؟ على ان هم ذوقهم رديء؟ يعني ما هو بيروح بيلاقي جمهور كبير بيسمعه طبعا. طيب المؤامرة، خلينا ناخدك لمنطقة تانية يا استاذ طارق، وهي النقطة المهمة في اطار التطور الفني اللي بيحصل في السعودية، وده شيء محمود وربنا يوفقهم. الا تعتقد ان مصر بتاريخها بريادتها الفنية عليها دور، عليها انها تاخد بالها، عليها انها هو ده الموضوع. اتفضل. هو ده الموضوع بقى دلوقتي، انه المملكة العربية السعودية فعلا تتقدم على هذا النحو. عملت مهرجان البحر الاحمر جيد جدا، استقطبت افلام، بعض الافلام، وانا اسف بقول هذا الكلام، بعض الافلام الرقابة المصرية تحفظت على عرضها. انت عارف مهرجان القاهرة اسبق من مهرجان البحر الاحمر، فبالتالي في بعض افلام احنا تحفظنا عليها. يبقى هنا لازم نسأل انفسنا، يجب ان احنا نفكر كذا مرة، يجب ان الامور تبقى اكثر رحابة، اكثر مرونة. وبالتالي ده الدرس بقى نستفيد منه. نجاح المملكة العربية السعودية فنيا وثقافيا وتقدمها هينعكس بشكل ايجابي جدا على مصر، واغلب الفنانين والمبدعين المصريين سينتعشوا بوجود هذا الابداع، وزياده السقف، وزياده الحريات، وزياده الفنون، وتقبل المجتمع. ولازم نذكر حاجه مهمه، انه الفن المصري سوقه كبير جدا في المملكه العربيه السعوديه. انت عندك بس اكثر من 4 مليون مصري، دول في حد ذاتهم سوق قوي، ما بالك بقى انه السعوديين انفسهم لهم حب للفن المصري، بيعشقوا الفن المصري، وطول الوقت يعني رحلات الصيف كلها كانت من اجل التعامل مع الفن المصري والمسرح المصري. المسرح والسينما صحيح لهم جمهور سعودي ومصري، اللي هم 4 مليون، ده رقم كبير جدا. دول قوه اقتصاديه ضخمه جدا لانعاش الفن المصري. صحيح. فبالتالي احنا مش اكتر دوله عربيه مستفيده هي مصر مما يجري، ويجب ان احنا نحرص على ده ونسعد بده. وضحت الصورة جداً. الناقد الفني الكبير الأستاذ طارق الشناوي، شكراً جزيلاً. دكتور